السلام عليكم، كيف حالكم؟ اليوم الفيديو عبارة عن 10 خطوات سهلة ممكن تطبقوها عشان تتحكموا أكثر بغضبكم. بدي اياكم تتخيلوا معاي هاي المواقف وتتوقعوا شو بتكون ردة فعلكم فيها. الموقف الأول، انت قاعد جنب شخص عم بيمضغ وتمه مفتوح. الموقف الثاني، بتكون واقف في باص أو قطار أو مترو وفي شخص ملزق فيك، مدبق فيك، عليم الله مشتارك سنتي بينك وبينه رغم القوانين اللي طالعة اللي بتقول لك خلي فيه تباعد اجتماعي. الموقف الثالث، شخص خرب عليك فيلم او مسلسل انت صار لك سنين بتحاول تحضره وهو خرب عليك النهاية. والموقف الرابع، انك بتكون بتسوق ويجي حد يخبطك من ورا والحق 100% عليه هو. هاي المواقف ومواقف كتير تانية ممكن تشعر في الغضب وقتيها، لانه الغضب شعور طبيعي، بس كمان كلياتنا بنعرف انه بسبب الغضب ممكن احنا نعمل شغلات نندم عليها بعدين او نتصرف في طريقة احنا ما بنحب نتصرف فيها، بس الله شو نساوي، هم الناس جبروني اتصرف هيك لاني انا عصبت. فاليوم صح انه حنشوف احنا هاي النصائح العشرة، بس كمان حنشوف فيديوهات بتورينا كيف نطبق هاي النصائح، والفيديوهات مقتبسة من افلام او مسلسلات، في شخصيات مميزة جدا في هاي الافلام او المسلسلات تتميز بتحكمها بمشاعرها وخصوصا بشعور الغضب. هلا انا بدي احكي لكم شغلة ويمكن تتفاجئوا منها يا جماعة، محمد سويدان كان عصبي من قبل. نعم للاسف ما كنت اتحكم بمشاعري كتير منيح، خصوصا لما العب كرة، عليم الله يطلع صوتي من جوا مش معقول. فعلا 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 اللي بقول حياة او موت، انا هيك كنت عايش، لانه الكرة فعلا هي حياة او موت، واللي بدي احكي لعكس هيك انا زعلت منك. بس الفكرة كلها لاحظت انه لما اعصب انا في الكرة، هذا لا بيزيد من ادائي ولا بيزيد من اداء الناس اللي حوالي ولا بيزيد من اي شيء، بس عم بضيع مشاعري وحنجرة صوتي على الفاضي. حوريكم هلا قناة على اليوتيوب من اكثر القنوات اللي انا بحبها وشخصيا استعملتها كتير عشان اطور وغير واحسن من الشغلات اللي انا حابب اغيرها في حالي، خصوصا من ناحية الشخصية. وفي الفيديو اللي حتشوفوه هنا احنا حكينا من قبل عن اكتر من شغلة لازم احنا نغيرها في حالنا، وواحدة منها الشخصية، وهي من القنوات اللي كتير بحسها بتعمل هذا الاشي، وللأسف ما في منها او انا على الاقل ما شفت منها شبيهة عربي. فاسمها كاريزما اون كوماند، ولأي حدا لغته الانجليزية منيحة بنصحك جدا انك تحضر هالقناة، لانه شخصيا انا مدمن على فيديوهاتهم. ومع هيك احنا جاهزين ندخل في الفيديو اللي حيغير تعاملكم مع الغضب من هون لنهاية حياتكم، ويصير الغضب بالنسبة لنا شعور نقدر نتحكم فيه بكل سهولة. جاهزين؟ اول واهم نصيحة لما تشعر بالغضب هي انك ما تنفعل. ولما الواحد يقول هاي الشغلة بتقول محمد اوه اكيد الحكي اسهل من الفعل، وحنشوف مع بعض هلا مثال بيجسد حرفيا معنى لما تكون معصب او تحت ضغط لا تنفعل. اللقطة اللي حتشوفوها هلأ من مسلسل بيكي بلايندرز، واحد من الشباب حيمد مسدس على وجه الشخص الثاني اللي هو توماس شلبي بطل المسلسل، وشوفوا كيف توماس شلبي البطل بتصرف أول من المسدس يجي على وجههم. Tommy's calm, non-reactive demeanor is extremely unsettling to his adversaries, but even more important. أكثر من لقطة حرفيا توماس شلبي بيكون في مرحلة حياة أو موت، حرفيا لو ردة فعله كانت غلط الشخص ممكن خلص يقرر ينهي حياته، بس بالنسبة له شو حيستفيد لو كان له ردة فعل مبالغ فيها أو ما إلها داعي؟ الأفضل إنه يكون أهدى، ما ينفعل أبدا عشان يعرف يفكر كيف يطلع من هاي المشكلة. السؤال هو محمد كيف أتمالك أعصابي في موقف أنا ما تعرضت له من قبل أو موقف صعب مش بإيدي؟ وهنا في تقنية مبنية على إشي اسمه exposure therapy. شو الفكرة؟ لما تروح تعمل مقابلة شغل، بدال ما أنت تدخل أول مرة وأنت مش متأكد كيف حتكون وحتكون متوتر قدام الشخص اللي عم بيقابلك، اقعد اعمل نفس المقابلة مع صديقك أو مع أبوك أو مع أمك. لو أنت عارف إنه والله المقابلة هاي حتكون في مبنى معين أو في مكان معين، زور هذا المبنى أو هذا المكان، اتمشى فيه شوي، عرض حالك لهذا الموقف لهذا المكان، تعود عليه. ففكرة الإكسبوجر ثيرابي إنك تعرض حالك أو تعرض حالك لموقف شبيه في موقف لسه ما صار لكم، زي المقابلة. صح لما تعمل مقابلة مع أصدقائكم ما حتكون بالضبط نفس الشيء، ولكن على الأقل بتكونوا تدربتوا شوي على طبيعة الأسئلة، بتكونوا على الأقل جربتوا كيف الواحد يجاوب على أسئلة من ضمن فترة زمنية محددة. واحدة من النصائح الثانية في الفيديو هي للناس اللي حابين يزيدوا من مهاراتهم الاجتماعية، فبقول لك لما تروح على كاشير أو لما تروح على أي خدمة، حاول إنك تدرب حالك تحكي جملة زيادة واحدة بس عشان انت تتحسن وما تشعر بالضغط زي الشاشة اللي احنا وقفنا عليها هلا. الفكرة كلها هنا انه الواحد يعرض حاله شوي شوي بالتدريج لمواقف فيها ضغط ويحاول يتمالك اعصابه. في شغلة لازم ننبه عليها كتير كتير منيح، الاكسبوجر ثيرابي ممتازة اذا انت بتعملها وانت بتعملها بالتدريج. لما تحطوا حالكم تحت ضغط رهيب من اول مرة، وهذا بيصير مع توماس شلبي
البطل اللي حكينا عنه قبل شوي، توماس شلبي بنى شخصيته من خلال حروب ومن خلال نزاعات جدا 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 قوية، فطبعا اتعود عليها بالنهاية، ولكن لأنه هو ما تعرض لهاي الشغلات بالتدريج ومرة واحدة دخل على الحياة من أوسع الأبواب وعلى مشاكل الحياة وصعوبات الحياة من أوسع الأبواب، صار بيتعامل وراء الكواليس مع هذا الضغط بطرق مدمرة. فدائما في مقاطع لتوماس شلبي وهو بدخن، زي ما انتو حتشوفوا هون، حتشوفوا مقاطع له هو بيشرب بطريقة مش طبيعية، واحنا عارفين انه ما استفدنا اذا تحكمنا بغضبنا من هون، بس رحنا وراء الكواليس تعاملنا مع الغضب والمشاعر اللي احنا حابسينها بطريقة سلبية. فعشان هيك مهم جدا الواحد بالتدريج يحاول يعرض حاله اكتر واكتر، زي ما بتقترح الاكسبوجر ثيرابي. النصيحة الثانية عشان نعرف نتعامل فيها مع الغضب هي انه نحول كل موقف سلبي لموقف ايجابي. وقبل ما تتسرعوا، انا ما عم بحكي عن التفكير الايجابي، لا، انا عم بحكي عن مشكلة سلبية اذا ما كانت موجودة فعلا ما كانت حتفتح المجال لشغلة ايجابية. حاليا عندنا مشكلة المهملات او القمامة اللي الناس قاعدة بترميها جوا المحيطات، هاي هي مشكلة موجودة. اجا شاب اللي انتو شايفينه على الشاشة اسمه بويان سلات. هذا الشاب شو قال لك؟ عندنا احنا مشكلة مهملات في الشاطئ، كيف ممكن احول هاي المشكله لشغله تفيدني؟ فاكتشف انه لما هو يجمع هاي المهملات وهاي القمامه من الشواطئ ممكن يبيعها لمراكز اعاده تدوير، وهدول مراكز اعاده تدوير ممكن يشتروا القمامه منه. فهو اخذ مشكله موجوده، هاي المشكله فعلا بتاثر قاعده في كوكبنا، وحولها لمصدر دخل بالنسبة له، حولها لبزنس بالنسبة له. فهذا هو التطبيق المثالي لنصيحة تلاقوا مشكلة موجودة وتحاولوا تلاقوا لها حل. النصيحة الثالثة للتعامل مع الغضب هي انه تكون ردة فعلكم ردة فعل بطيئة. هاي الشغلة إلها فائدتين عليكم. الشغلة الأولى بتعطيكم وقت تفكروا شو بدكم تساووا تحت هذا الموقف الصعب. تاني فائدة هي انكم ما حتبينوا انكم ناس بتنهزوا بسهولة، انه لو شخص حكى لك اعمل هذا الاشي ممكن تعمله بس بسرعتك اللي بتناسبك على راحتك. فخلينا نشوف الأمثلة هاي من مسلسل سوتس، ونشوف كيف هارفي سبيكتر البطل بتعامل بطريقة بطيئة مع المواقف المختلفة، بتعامل في سرعته الخاصة. هون That's a Barbie legal handbook right there, right? Open it up. Read me something. طلب منه يفتح الكتاب، شوفوا بسرعته. Alright, you want Harvey, just get out. طلب منه يطلع برا المكتب. راح. Similarly, other people will... فهو مش مستعجل، حتى لو حدا طلب منه يعمل شغلة حيعملها، بيحترم الشخص الثاني بس حيعملها على سرعته، وهذا بيوري الشخص الثاني انه هو اللي بيتحكم في حياته مش الشخص الثاني. النصيحة الرابعة هي انكم انتوا ما تردوا على مشاعر الشخص الثاني. يمكن تلاقوا حالكم في موقف يوم الايام، وبهذا الموقف الناس اللي موجودين هناك منفعلين جدا، الا معصب واللي بيبكي واللي بيصيح. الهدف هون انكم انتوا تكونوا الوحيدين اللي متماسكين حالكم، لا تردوا عليهم بنفس الانفعال اللي هم فيه، لانه هذا ابدا ما حيعالج الموقف. وبنشوف هون هارفي سبيكتر نفس الشيء بيعمل، بيدخل على مكتبه وكيل، والوكيل هذا معصب وبصيح وبطلب من هارفي يعمل شغلات. شوفوا كيف هارفي بيبتسم، بيرد عليه بهدوء، وبالاخير بيوري الشخص الثاني انه حتى لو انت معصب ما في داعي اني انا اعصب. First of all, Gerald, if you think anyone's going to touch this deal after your bad faith, you're mistaken. Second. انتبهتوا كمان كيف بيمشي على راحته؟ لما بده يحكي بيحكي، لما بده ياخذ بريك بياخذ بريك. الامور بالنسبه له هو بيتحكم في السرعه اللي بده اياها، وهذا بورينا انه هو بيتحكم في السرعه اللي بده يمشي فيها. في موقف ثاني شبيه، وكيل ثاني عم بيصيح عليه، شوفوا شو بتكون ردة فعله. Dare you walk in here and accuse me with these things? But you are my lawyer. No, Bert. I'm the lawyer for Morello Asset Management. As far as the law is concerned, Dean Morello is my client. أول شيء عمله ما صيح على الوكيل زي ما الوكيل صيح عليه، وتاني شيء عمله حكى بأسلوب جدا مرتاح. وهذا الإشي بيصير كمان في مقطع ثالث. You see it how you want to see it. But if you can't figure out a way to make Jonathan stay, you'll be the one who's gone. Tony, I'm gonna fix this, but let's get one thing clear. I'm not like the other lawyers you've burned through. So the next time you go stomping around like a four-year-old throwing tantrums with me, I'll be the one getting rid of you. بلش بابتسامة، حكى بنبرة صوت أقل وأهدى، وبنهاية الحديث تقريبا كان بيوشوش، مع إنه الوكيل كان مستوى عصبيته هون، هارفي سبيكتر مستوى هون من ناحية الهدوء. فهي كانت من المواقف الرائعة اللي بتورينا كيف انه انت مش لازم تنفعل زي الشخص الثاني، وهذا الاشي بيعطيك ثقة وبسمح لك انك تتمالك في اعصابك وما تخسر اعصابك زي
الناس التانين. النقطة الخامسة حندخل عليها بسرعة هي انكم ما تكونوا كتير قلقانين انكم تدافعوا عن حالكم باستمرار، خصوصا لما يكون واضح انه الوضع اللي انتم فيه هو مزاح مش عن جد، بس الناس بتحب تمزح وتغيظ بعض وهيك. لما تدافعوا عن حالكم كتير وواضح انه الدنيا مزح وانتم مش قادرين تتقبلوا هذا المزح، هذا حيعمل اشيين. اول اشي حيوضح جدا انكم انتم ناس ابدا مش واثقين في حالكم، والإشي الثاني هذا حيوضح قديش ضعف شخصيتكم. في شخص بدون ذكر أسماء على السوشيال ميديا والسوشيال ميديا الأمريكية، أنا وأخوي بلشنا نلاحظ أنه هذا الشخص كل مرة حد بمزح معاه بيدافع عن حاله على طول، وحتى لما يتعرف على ناس جدد الناس الجدد بدهم يحاولوا يمزحوا معاه عشان يبنوا معاه علاقة حلوة، على طول بيدافع عن حاله على طول. وهذا الشخص ولو أنه هيئته كبيرة ومعضل جدا جدا واضح أنه شخصيته ضعيفة، لأنه في كل موقف مزح بيدافع عن حاله فيها. فضروري لما الدنيا تكون مزح انتوا تبينوا للناس انه انتوا بتمزحوا ما في مشكلة، وبالذات في المزح ما في داعي انكم تعصبوا لانه الكل بمزح. هذا لا يعني انه لما يكون في مواقف جدية انكم ما تدافعوا فيها عن حالكم، هاي قصة مختلفة تماما. احنا بنحكي عن المزح وانه الشخص ما في داعي يتضايق او يعصب لما حد يمزح معه. النصيحة السادسة، عمركم ما تسمحوا لحدا يحسسكم انكم انتوا محاصرين، بالذات لما تسمحوا لحالكم انكم تنفعلوا حتحسوا انكم ما عندكم خيارات في الحياة. حتحسوا انه يا اما الواحد لازم يعصب او يستسلم، بس حتكتشفوا لو طبقتوا اول كم نصيحة انه حتلاقوا حالكم في عقلية لو انا مش شايف الخيارات المناسبة قدامي انا حطلع لحالي خيار مناسب. شوفوا هلا الموقف بين هارفي سبيكتر ومايك اللي هو مساعد هارفي سبيكتر، وهذا الاشي حيورينا انه هارفي سبيكتر بسبب خبرته عمره ما حيكون محاصر. And what are your choices if someone puts a gun to your head? What are you talking about? You do what they say or they shoot you. Wrong. You take the gun or you pull out a bigger one or you call their bluff. Or you do any one of 146 other things. فهارفي سأل مايك لو حدا ماسك مسدس قدام راسك شو بتعمل؟ مايك بيقول له أكيد أنا هعمل اللي بيطلبوه مني وإلا حيطخوني. هارفي قال له لا، يا أما باخد المسدس من إيدهم أو بطلع مسدس أكبر أو بحكي لهم إن المسدس اللي أنتوا ماسكينه فارغ ما فيه إشي أو بعمل أي شغلة من مليون شغلة أو من مليون احتمال أو خيار. وهذا بوريكم من الشخص اللي بيكون متمالك أعصابه وبيكون بفكر بهدوء وبتأكد انه هو ما يكون تحت ضغط الناس التانيين، ما بيعصب، وغير هيك هو اللي بيفتح لحاله خيارات عشان بالاخير اهم شيء هو يضل مسيطر على حاله. النصيحة السابعة ممكن بسهولة تطبقوها واللي هي إلها علاقة بلغة الجسد. لما لغة جسدكم تكون مرتاحة تلقائيا الذهن والعقل حيرتاحوا معه. شوفوا معي اللقطة هاي من مسلسل ماد من، والبطل الرئيسي سواء كان قاعد او واقف او بتحرك بتحرك وهو مرتاح مش كتير ضاغط على حاله ولو كان في مواقف عصيبة أو شديدة. شوفوا معي. It's the most interesting. For instance, he almost always. شوفوا هالقعدة هاي. عليم الله زي النايم. أو هاي القعدة ما أخذ فيها كرسيين ثلاثة. مرتاح. شوفوا كيف بتحرك حوالين الكاونتر. مرتاح. الفكرة كلها لما جسمك يتصرف بارتياح عقلك ومشاعرك حيتبعوه كمان. النقطة الثامنة كمان إلها علاقة بلغة الجسد، خصوصا لما تكونوا في موقف مش مريح وتبلشوا تعملوا حركات لا إرادية زي نعض على الأصابع، زي في الامتحانات لما الناس تبلش تحرك إيجرهم فوق تحت فوق تحت فوق تحت، زي الناس اللي بتبلش تلعب في الإقلام، هاي علامات توتر واضحة. ومرة تانية إلها مفعولين، حركات التوتر إلها مفعولين عليكم. أول مفعول هو على العقل وعلى المشاعر، كل ما الجسم كانت حركاته متوترة العقل والمشاعر حيحسوا بتوتر. والإشي الثاني لما الناس تكون حواليكم ويشوفوكم إنكم أنتم متوترين هم حيتوتروا، زي لما تشوف حدا في الامتحان متوتر وعم بحرك إجري بتحس بتوتر، بتحس بدك تقوم تخبطه لأنه هو عم بيوترك مع إنه أنت مش فارق معاك الامتحان سهل. فحركاتك في هاي المواقف مش بس بتأثر عليك، بتأثر على الناس اللي حواليك كمان، وعشان هيك ضروري جدا ما يكون عندكم هاي الحركات اللي بتدل على التوتر. شوفوا قديش حيعطي حاله وقت عشان يفكر بشو بده يحكي بعد ما الناس رفضوا انهم ياخذوا خدمته. Client doesn't like his pitch and I'm going to have to speed it up a bit because he gives himself a full 20 seconds to think. اعطى حاله 20 ثانية عشان يفكر. Gentlemen, before you leave, can I just say something? ان رفض هذا البني ادم انرفض بدال ما هو يرد بانفعال او انه معصب او انه زعلان، اول شيء فكر حلل بعدين لما اجى يحكي حكى بكل هدوء وبكل رواق. النصيحة رقم 9 هي باوز او وقف، وبالذات في المواقف الاجتماعية. تخيل حالك عم تعطي برزنتيشن واقف قدام الصف او واقف قدام قاعة مليانة وحاسس انه جميع الاعين عليك وحاسس الضغط عليك وحاسس حالك شوبت والضوء كتير قريب، ردة فعلك التلقائية حتكون انك تحكي اسرع لانه افكارك عم تتسارع وانت مفكر انه الكل عم بتطلع عليك، بس الحقيقة هي انك انت توقف تحس انه ما في اشي موجود حواليك غير افكارك، تاخد نفس عميق بعدين تكمل زي ما شفنا مع هارفي سبيكتر
بيحكي على السرعة اللي بتناسبه. وبالنسبة إلنا هذا الاشي ببهرنا انه واو ما اخذ راحته بالحكي. فحط حالك محله، حط وجه هارفي سبكتر عليك وتخيل حالك في هذا الموقف، احكي على راحتك. هذا مش بس حيريحك او حيريحك، بس كمان حيعطي الجمهور او المشاهدين الشعور انه انت شخص واثق من نفسك، مرتاح، ما سمحت للضغوطات انها تخليك منفعل، تخليك تعصب او تخلي مشاعرك تتحكم فيك وصيرت تحكي كثير بسرعه وما تلحق وحلقك ينشف. خد بريك، خد كتكات، لا مش كتكات، خد باوز، وقف، خد راحتك، كمل. عاشر واخر نصيحة عشان ما تسمحوا لغضبكم انه يتحكم فيكم، هي انكم انتوا تعيشوا حياتكم وانتوا متأكدين شو ما عملتوا انه الامور ان شاء الله هتكون تمام. عشان هذا الاشي يكون له مفعول حقيقي عليكم، فعلا 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 لازم تعيشوا حياتكم صح، انكم تهتموا وتاخدوا بالكم من القرارات اللي انتوا بتعملوها، ولكن تكونوا على يقين انه لو الاشي هذا ما زبط هذا مش نهاية الكون. لو هذا الاشي صار عكس ما انتوا كنتوا بتتمنوا او تتوقعوا، ما في مشكلة، life is easy, life moves on، الحياة بتكمل. وهذا بالذات في المواقف الاجتماعية، الناس كتير حساسة في هاي المواضيع وبتلاقي ناس بتزعل والناس بتعصب. خليني أعطيكم مثال سريع، أنا من الناس اللي كتير بستمتع إنه يتعرف على ناس جدد، فبالشغل عندنا ناس كتير وفي جزء كبير منهم أنا ما بعرفهم لسه، لأنه بدك تتعرف على واحد 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 واحد. فبالبداية لما أجي أنا بتطلع إنه أتواصل مع هذا الشخص ما أتواصلش، يمكن لأنه مدير أو لأنه مشغول أو لأنه كتير جدوله في شغلات عم بتصير، يمكن ما يرد على مسج تبعتي. بعدين أنا بيني وبين حالي حكيت سوت، شو فيها إذا ما رد على المسج تبعتي؟ لو صار عكس ما أنا بتوقع أو عكس ما أنا بتمنى، هاي مش نهاية الكون، في مليون ألف شخص غيره ممكن أتواصل معه جوا الشغل وبرا الشغل. ولكن إذا هذا الإشي زبط وأعطاني وقته والله سمح لي أسأله أسئلة وأتعرف عليه، هذا الإشي كتير حيسعدني وأنا كتير حستمتع وحستفيد وححاول أفيد الشخص التاني كمان. فلو الإشي صار عكس ما أنا بدي إياه عادي سوت، مش كتير مهتم. ولكن إذا صار زي ما أنا بدي هذا الاشي كتير حيسعدني، فما حننزل احنا على منطقة الزعل او العصبية او انه الواحد ياخد على باله او يخلي المشاعر هيك تاخده ويحس بحزن ويحس انه نهاية الكون، خصوصا في المواضيع اللي لها علاقة بالحياة الاجتماعية او حتى في الشغل او شو ما كان. يعني اللهم الدين، الدين هو الاشي الوحيد اللي فعلا لازم احنا نتعامل معاه بهاي الطريقة، وحتى سبحان الله الدين هو دين يسر، ما فيه أي نوع من أنواع المبالغة. فعشان هيك عن جد لو إحنا عشنا حياتنا وعرفنا أنه القرار صح بنحاول نتخذ القرارات الصائبة، لكن إذا كانت النتيجة عكس اللي إحنا بنتوقعه أو عكس اللي بدنا إياه سوات، الحياة بتكمل، life moves on. لما إحنا نعيش بهاي العقلية صدقوني المشاعر والعصبية حتلاقوها لحالها اختفت. تنويه سريع بخصوص الشخصيات والممثلين اللي شفناهم اليوم، طبعا هاي شخصيات بأفلام أو مسلسلات أكيد حيكون في نوع من المبالغة في تصرفاتهم، ولو ما كان في نوع من المبالغة في تصرفاتهم بالنهاية إحنا كلنا بشر وما في بشر مثالي. يعني سدوا سدوا سدوا، حتى أنا كمحمد السويدان وأعرف هذا الإشي حيفاجئكم، حتى أنا لليوم بعصب، بتصير بالذات بعصب لما الناس تحضر وما تكبس كبسة السبسكرايب أو الاشتراك، فلا تخلوني أعصب، بس احنا كلنا بشر كلنا بنغلط. وباخر فيديو كمان حكينا عن 12 فكرة بزنس ممكن الواحد يبلشها، شوفوهن اذا ما شفتوه، وبسهولة واحد ممكن لما يكون داخل البزنس هو شغوف فيه تلاقيه ينفعل او معصب، بس بدنا نحاول نتحكم في حالنا بقدر الامكان، وحتى لو مرة مرتين الامور خرجت عن سيطرتنا اهم شيء احنا نكون واعيين، واهم شيء نحاول انه ما نعيد هذا الاشي في المستقبل. اوه سوري لحظة شوي التليفون. الو لحظة شوي، هذا جيمس بوند ثواني. هلا برو مان، مش قلت لك تتصل شو انا بصور؟ يا اخي عارف انتو بدكم تجيبوا بديل، بس يعني استنى لعبة ما خلص، لانه انا بالنسبة لي انت عارف انا شخص صانع محتوى قد الكوكب، عندي قناة يوتيوب وكذا، يعني ما بصير انا قدام الناس هدول هيك اقعد احكي معك. استحملني حبيبي استحملني. كم مشترك؟ لا لا لا، المليون هدول على تيك توك، على اليوتيوب لا ان شاء الله حنوصل مليون، ان شاء الله حنوصل مليون. شوف احكي لك احنا ليش ما وصلنا، هم الناس عم بيحضروا بس لانهم ما بيحبوا حد يحكي لهم شو يساوي، فلما احكي لهم اكبسوا كبسه السبسكرايب هم بدهم يكبسوها بس على راحتهم، زي هارفي سبكتر حيتحركوا شوي شوي، فهو فعلا ايده على كبسه الماوس بس شوي شوي عبين ما يوصل بدها وقت. ما تخجلون يا فخليني اخلص الفيديو يا اخي، طول بالك انا اخلص الفيديو بعينك الله تستنى. ما اكيد ما في غيري، ما انا زعيم التحكم بالاعصاب. طيب ماشي ماشي جيمس بوند، ماشي ماشي ماشي، يلا سلام سلام. سامحوني جايز، بس زي ما انتم عارفين يعني هذا تاثيري تاثير عالم يعني، ف
وزي ما شفتوا قدام الشاب بلاش ما تخجلونا، ها خلينا نوصل للمليون سبسكرايبر، الكل يكبس كبسة الاشتراك. حكينا لما ندخل على شهر 3 بنكون 10,000 مشترك، لسه قدامنا مشوار. على كل حال شكرا كثير لكم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. اظن زين كثير حينبسط انه هذا الفيديو ما كان طويل زي الفيديوهات الماضيه، اظن انتم شوي هيك حيكون نوع من الانعاش، او مش الانعاش، الانتعاش، انعاش الله يعافينا، نوع من الانتعاش انه هذا الفيديو شويه اقصر، فعشان هيك حوقف حكي. الله يوفقكم جميعا، اكبسوا لنا كبسه اللايك جايز، لا تنسونا منها، لا تحرمونا منها، الله لا يحرمنا منها. صلى على النبي، منيح اني تذكرت عليه الصلاه والسلام. وبس ان شاء الله نشوفكم بالفيديو القادم، وفي فكره كتير حلوه ان شاء الله حنصورها، مش الويكند الجاي اللي بعده، حتكون تنويع تغيير ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. متحمسين مستمتعين، يعطيكم الف عافيه، ان شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. مع السلامه، نشوفكم الاسبوع الجاي. سلام.